الأصحاح 31 من سفر يشوع بن سيراخ. الاهتمام بالغنى يذيب الجسد، والأرق من أجله يطرد النوم. الهم الدائم يمنع النعاس كما يمنعه المرض الشديد. الغني يتعب في جمع المال، وفي راحته ينعم بالملذات. الفقير يتعب في تحسين حاله، وفي راحته يصيبه الجوع. من أحب الذهب يذنب، ومن سعى وراء الربح يضل. كثيرون سقطوا لأجل الذهب، ورأوا هلاكهم وجها إلى وجه. الذهب عثرة للذين يعبدونه، وكل الجهلاء يعتزون. هنيئا لغني لا عيب فيه، لأنه وراء المال لا يسعى. فمن هو لنهنئه، لأنه صنع العجائب في شعبه؟ من جاز هذا الامتحان بكمال فله الفخر. فهل قدر أن يخطأ ولم يخطأ؟ أو أن يسيء إلى الآخرين ولم يسيء؟ أقام الدليل على صحة ثروته، فيعلن الجميع أنه من المحسنين. إذا جلست إلى مائدة غنية فلا تفتح فمك في اندهاش، ولا تقل ما أقصر ما عليها. تذكر كم العين الشرهة سيئة، ولا شيء في الكون أسوأ من العين، فهي لذلك تدمع في كل فرصة. لا تمد يدك إلى صحن فيه يد جارك الضيف، لئلا تصطدم يدك بيده. فكر بقريبك كما تفكر بنفسك، وكن حذرا في كل ما تفعل. كل مما أمامك كإنسان مهذب، ولا تكن نهما لئلا تبغض. كن أول من يتوقف عن الأكل تأدبا، ولا تكن شرها فتؤذي الآخرين. إذا جلست للطعام بين كثيرين فلا تمد يدك إليه قبلهم. المتأدب يكتفي بالقليل، وعلى فراشه لا يضيق تنفسه. المعتدل في طعامه ينام عميقا، وباكرا يقوم في أحسن حال. أما الأرق وعسر الهضم والمغص فمن نصيب من يأكل بشراهة. إذا أجبرت على كثرة الأكل فاخرج واستفرغ فتستريح. اسمع يا ابني ولا تستخف بي، وأخيرا تختبر صدق أقوالي. في جميع أعمالك كن معتدلا فلا يصيبك المرض. السخي بالطعام يمتدحه الناس، ويشهدون صادقين بحسن ضيافته. وأما البخيل فيشهرون به، وبانحطاطه يشهدون شهادة يقين. لا تظهر رجولتك بشرب الخمر، فالخمر أهلكت كثيرين. الأتون يمتحن الفولاذ، والخمر تمتحن قلوب الممعنين في السكر. الخمر حياة للإنسان إذا شربتها في اعتدال، فأي عيش لمن لا يشربها، وهي التي خلقت لفرح الإنسان. الخمر تبهج القلب وتسر النفس لمن شرب منها في وقتها ما كفى. الإفراط في شرب الخمر كدر للنفس وسبيل إلى الخصومة والنزاع. الخمر تثير غضب الجاهل فتضره، وتضعف قوته وتنزل به الضربات. على مائدة الخمر لا توبخ أحدا، ولا تحتقره في إظهار سروره. لا تكلمه كلاما مهينا، ولا تطالبه بدفع ديونه.